السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. عيدكم مبارك سعيد. جيت اليوم نبارطاجي معكم الطبيله نتاع العيد ديال اختي، وراني معاها في الدار ديالها الاخت ديالي اللي كان دائما كنذكرها في الفيديوهات ديالي، انها دائما ما كتنسانيش وكتفكرني. وبهذه المناسبه غادي نوري لكم الحلويات اللي دارتهم، تبارك الله عليها، الله يعطيها الصحه. شوفوا 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 الحلويات اللي دارت، اللي عجبوها الاشكال تقول لي، وغادي نقول لها تقول لكم شي نهار دير شي نوع ونجي نبارطاجيه معاكم. راه تبارك الله عليها غزاله. وشوفوا جربات داك سميت الدونوس اللي دارت اختي ديال اسبانيا، ها هو الروسكون غزال جاف، درت حتى هي بلا كريم. اوه لا تبارك الله عليها البغريرات، والله يعطيها الصحه وخلاص مرض الدار. واحد كلمة الأخت ديالي من هذه المناسبة نتاع العيد المبارك السعيد. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم عندي جميع، واخا ما كاينينش معنا، عيدكم مبارك، تعيدوا تعاودوا بالصحة والهنا، والله يكمل مسيرة الأختين دياولي على خير وبخير إن شاء الله، ويعاونهم ربي ويطول مسيرتهم. آمين. وعاونكم تانتوما معاهم، وعيدكم مبروك، تعيدوا تعاودوا بالصحة والهنا، مرحبا بكم عندي، واخا ما كاينينش معايا، عيد مبارك سعيد. لا يخطيك اختي الحبيبه ديالي، لا يخطيك، وانت كذلك مثال، وليكم كامل حبيباتي نتمنى لكم عيد مبارك سعيد، عيدوا بالصحه والهنا باش ما تمنيتوا ان شاء الله. يلا حبيباتي مع السلامه، مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه، ونتمنوا شفاء لجميع مرضانا يا ربي. امين يا ربي، تصفي قلوبنا ويا ربي تخلينا دائما سعداء. الصحه والهنا هما اهم حاجه في هذه الدنيا. ومن هنا كنحيي كاع المنخرطين الجداد والقدام في القناه ديالنا، قناه طاوله الطبخ مع سعيده ولطيفه، شقيقتين في هذه القناه. شكرا جزيلا على تتبعكم وعلى المشاهده ديالكم الفيديوهات ديالنا، كنشكركم بزاف بزاف. والى هنا مع السلامة حبيباتي أحبائي، مع السلامة.